استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم بقصر قرطاج الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. هذا الاستقبال جاء على هامش زيارة دكتور مصطفى مدبولي لتونس على رأس وفد وزاري رفيع المستوى. الزيارة كانت لحضور اجتماعات الدورة 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين. أثناء اللقاء الرئيس التونسي قيس بن سعيد اتكلم كثير عن الرئيس السيسي وعن ما قدمه، وصف وقال كده: اختصر الرئيس السيسي المسافة في الزمن واختصر المسافة في التاريخ. أعجبني أنا شخصيا التعبير ده جدا، لأنه ما تم في مصر من الممكن أن يلخص في جملة عظيمة زي دي. تكلم عن إنقاذه لمصر في مرحلة تاريخية صعبة مرت بها وإطلاق نهضة عمرانية وتنموية رآها الرئيس سعيد بنفسه خلال زيارته لمصر. أيضا اللقاء كان فيه دعوة لاستكشاف آليات التعاون، وده اللي احنا عاوزين نسأل عنه بقى ونفهم تفاصيله. التعاون ما بين رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وما بين تونس بمختلف المجالات هو تعاون بطبيعة الحال ثقافي واجتماعي، لكن أعتقد أنه على أجندة اللقاء المرة دي كان تعاون اقتصادي كمان. معنا من تونس الكاتب الصحفي الأستاذ خالد سليمان. مساء الخير عليك أستاذ خالد. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. التعاون في مجالات عدة ما بين مصر وتونس جاء منذ بداية تولي الرئيس قيس سعيد لرئاسة البلاد، لكن كمان تونس ومصر في حاجات كتير نقول كده أنها مشتركة، تشابهات أو تشابه في التحديات وتشابه أحيانا في التوجه الثقافي حتى للمجموعات المستنيرة هنا والظلامية هنا هتلاقي أنه نفس الصراع الثقافي السياسي صحيح. تقريبا عايز أعرف صحيح. كمان من حضرتك خلفية ده وانعكاسه على تعاون على المستوى الرسمي. حضرتك يعني فتحتي قوس واسع جدا، أنا مش عارف أبدأ مع حضرتك منين. إنما حضرتك فتحتي قوس واسع فعلا. لا خلينا نقسمه. طيب الأول الخلفية الثقافية، لأنه أنا طبعا حضرتك والله أنت هتتفاجئي حضرتك أنه العلاقات التونسية المصرية علاقات قديمة جدا جدا جدا. يعني لو حضرتك وصلتي لحد المتحف المصري بتاعنا في ميدان التحرير القديم، لأن هنفتح المتحف الجديد إن شاء الله قريب، فهتلاقي أنه في الدولة الحديثة أواني فخارية من حضارة جفصة، ودي علاقات مصرية تونسية قديمة جدا. عندنا طبعا سيدي ابو الحسن الشاذلي اللي هو جانا من تونس. عندنا ابن خلدون المدفون في تربه الصوفيه عند باب النصر، وده جانا من تونس. عندنا شيخ الازهر محمد الخضر حسين وهو تونسي. عندنا طبعا بيرم التونسي من اصول تونسيه. عندنا علاقات قديمه جدا، وعندنا قريتين تونس الاشهر طبعا اللي في الفيوم لان فيها فن تشكيلي ومروجه سياحيا اكثر، لكن في تونس اخرى في المنيا. في الحمام جالية تونسية كاملة جت مع الحرب الأولى، والجالية دي الحقيقة إنها في بعضهم يملك أوراق صوتية وباسبورات وبطاقات تعريف تونسية، لكنهم ما شافوش تونس. ففي العلاقات قديمة جدا، وفي علاقات مصاهرة، يعني قد تفاجئي حضرتك إن في علاقات مصاهرة كبيرة جدا تزايدت في الفترة الأخيرة، ويمكن سعادة السفير المصري. طب ده على المستوى الثقافي، لكن عايز أسأل حضرتك كمان على التحديات الأمنية. يعني حتى الرئيس قيس سعيد وصف وقال أمن مصر أو أمن تونس من أمن مصر القومي. فكرة التشابه في التحديات وتحديدا في التحديات الأمنية، التعرض لعمليات إرهابية بغيضة بهدف يعني محاولة تغيير الهوية، بيحصل في مصر وتونس بشكل متشابه ولا حضرتك مش شايفه كده؟ للأسف الشديد العدو واحد. أنا بحبش أذكر أبدا أسماء التنظيمات الإرهابية، لكن هي معروفة سواء كان القاعدة ولا داعش، وهم موجودين ما بين دول الساحل والصحراء. ودائما وابدا يعني يمكن احيانا تلاقي حضرتك تزامن بين العمليات الارهابيه في مصر وتونس، فهو نفس التحدي من نفس الجماعات اللي هي بتتنقل طبعا عن طريق الحدود الصحراويه الواسعه والحدود الجبليه ما بين تونس ومصر والجزائر والمغرب، وبالتالي فاحنا التهديد المشترك واحد. عاوز اقول لحضرتك انه حتى في التحديات يعني تونس، السيدة نجلاء بودين رئيس الحكومة التونسية تحدثت عن
التعاون المصري التونسي في من بعد زياره الرئيس قيس سعيد اللي كانت زياره مفتاحيه في 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 ابريل 2021 تحدثت عن مواجهه الامن الغذائي والاقتصادي ومواجهه الكوفيد، وحتى الحقيقه ثمنت دور مصر في 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 الوقوف الى جانب شقيقتها تونس في اثناء مكافحه الكوفيد. وتحدياتنا كلها واحده، جد طبعا علينا الازمه اللي ملناش شد فيها الروسيه الاوكرانيه اللي انعكست على العالم كله، أزمة نفس الاقتصادية. التحديات نفس التحديات اللي بتواجه تونس هي التحديات. ايه الفرص اللي طرحت استاذ خالد في اثناء زياره سياده رئيس الوزراء؟ ايه الفرص الاقتصاديه للتعاون اللي طرحت، او لو في اهم عناوين للاتفاقيات اللي تم توقيعها؟ والله يا فندم هم وقعوا حسب المعلن، على فكره في 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 عهد حكومه السيد الحبيب الصيد والمهندس ابراهيم محلب كان اتوقع 37 مذكره تفاهم. بدات المذكرات دي في التفعيل وتم تعديلها والاضافه ليها، لكن نقدر نقول ان تم يوم الجمعه توقيع 12 اتفاقيه بين الحكومتين، واحده مذكره تفاهم في مجال تبادل الخبرات التعاون الدولي، الاتفاقيه الثانيه مذكره تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض والاسواق الدوليه، الاتفاقيه الثالثه مذكره تفاهم بين مركز النهوض بالصادرات في مصر في الجمهوريه التونسيه وهيئه تنميه الصادرات في مصر، الاتفاقيه الرابعه مذكره تفاهم للتعاون الزراعي بين تونس ومصر، ودي مهمه قوي هقول لسعادتك ليها نرجع لها. في الاتفاقيه الخامسه اتفاقيه اطاريه للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث التكنولوجي، كان موجود وزير التعليم العالي والدكتور طارق شوقي، ففي اتفاقيات للتفاهم في التعليم. الاتفاقيه السادسه مذكره تفاهم بين مصر وتونس في مجال تكنولوجيا المعلومات، ودي اصبحت حاجه مهمه جدا، والامن السبراني طبعا. الاتفاقيه السابعه مذكره تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال الارصاد الجويه والمناخ. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال يا استاذ خالد، الاتفاقيات اللي تبدو انها في مجالات مختلفه بالتاكيد في اثناء الزياره بيكون التوقيع، لكن على مدار فترات طويله قبلها بيكون في المفاوضات والفرص والتحديات ودراسه فكره امكانيه اصلا ان نتفق. اي الملفات حضرتك بتعتقد انه الاقرب جدا لانه مصر وتونس تحقق فيها نجاح واضح جدا ومؤثر للدولتين؟ شوفي حضرتك، يعني تقدري تعتبري ان هو يعني مقترح ويعني مقترح متجدد وهتنجح المساله دي. عايز اقول لسعادتك انه تونس منتج هام جدا للقمح الصلب اللي هو بيبقى فيه السيمولينا واللي هو بيخرج منه السميد، بينما مصر بتنتج القمح اللين، فاعتقد انه ممكن يبقى فيه حاله مقاصة. انا الحقيقه من 2016 اثناء زياره المهندس ابراهيم محلب كنت طرحت سؤال يخص انشاء خط بحري، انا بشوف ان انشاء خط بحري طبعا الخط على البر مهم جدا، بس طبعا ظروف ليبيا احنا عارفينها، فعلى الاقل مؤقتا الخط البحري هيساهم جدا جدا، وهم اتكلموا فيه فعلا في 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 خلال زياره دكتور مصطفى مدبولي، اتكلموا في مساله انشاء خط بحري اللي انا بشوفها انها ضروره ملحه جدا للركاب وللبضائع وللمساله. خط بحري ما بين مصر وتونس. بين مصر وتونس مباشر، لانه احنا بنتعامل مع الاسف الشديد جوا عن طريق تركيا وبحرا عن طريق يعني تونس جنوة جنوة اسكندريه او العكس. انا قدرا انا بكلم حضرتك حالا من مدينه الثقافه اللي الدكتور مصطفى مدبولي كان افتتح فيها امبارح قبل حفله في اطار سنه الثقافه المصريه التونسيه، افتتح فيها معرض للصور والكتب الى اخره، وكان يعني الحقيقه كانت في حفاوه. انا بشكرك لانه يعني واضح انه متابعه حضرتك عميقه، مش بس متابعه للزياره لكن متابعه حقيقي عميقه لاواصر العلاقه بين مصر وتونس. تاني عايزه اقتبس واعيد كلمه الرئيس التونسي قيس سعيد لما اتكلم انه الرئيس السيسي اختصر المسافه في الزمن واختصر المسافه في التاريخ. اذا كان في اي تحدي احنا بنواجهه دلوقتي، إذا كان العالم بيواجه تحدي اقتصادي فإحنا هنعديه، لكن الحقيقة أنه الفرق ما بين دولة ودولة هو
فكرة أنه ماذا يحدث في أثناء العبور، يعني هتخلص الأزمة الاقتصادية هتيجي وجت على العالم كله وهتعدي، لكن الحال أنها تعدي بسرعة، أننا نقدر ننجو منها بأقل الخسائر، أننا نقدر ننجو منها بأفضل معنويات، بأفضل طريقة للخروج. هذا التحدي الحقيقي اللي طول الوقت بنحس أنه إذا ما ركزناش فيه في مصر نبقى في خطر حقيقي، وإذا كان حتى الدولة الحكومة مركزة فيه لكن إحنا كمواطنين مش مركزين فيه، فإحنا مش قادرين نختصر المسافة، لكن بالعكس إحنا أحيانا بنصعبها على بعض.